شاء الله هو مولود جديد كما يقال، هو فرع يتعزز يعني وسيعزز يعني المشهد الإعلامي والمشهد الجمعوي خاصة فيما يتعلق بالمجال الرياضي. كما هو معلوم فاتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة هو مؤسسة جمعوية تأسست 2006 بمدينة الرباط، تعاقبت عليها مجموعة من المكاتب المديرية آخرها كان يعني مكتب الأستاذ الدكتور عبد الهادي الناجي وأيضا الكاتب العام السي عادل الرحموني، مشكورين أيضا لوضع الثقة في هذا المكتب الجهوي من أجل قلت يعني تنزيل يعني مجموعة من المكتسبات وتنزيل مجموعة الأهداف التي يعني ستكرس وستعزز قلت المشهد الإعلامي، فهي ملتزمة بها حتى المستوى الأخلاقي، فأعتقد على أنه الوصول على أزيد من 15 منخرط 500 منخرط على المستوى الوطني وهذا المستوى الدولي. تم عقد الجمع العام التأسيسي للفرع الجهوي للاتحاد الصحفي الرياضي المغاربة بتزكية من مكتب المدير التنفيذي للاتحاد، الحمد لله الأمور تمت بخير وعلى خير، تم عقد جمع عام على ما يرام بحضور الممثل للسلطة المحلية وأيضا الزملاء الصحفيين، تم انتخاب عبد ربي صحفي مهني بموقع نيوز 24 كرائز، أيضا تم تزكية مجموعة من الزملاء الصحفيين، اخترنا لكم أيضا يعني طاقم شاب طاقم يعني طاقات شابة صحفيين لأول مرة يعني وسابقة في تاريخ الجمعية في الاتحادات والفروع، طاقم من أجل يعني إبراز يعني المؤهلات ديالهم وايضا من اجل يعني الدفاع عن حقوق الصحفيين الرياضيين ومن اجل ايضا تنزيل استراتيجيه العمل وايضا مكتسبات واهداف الاتحاد بشكل عام. اليوم نحن امام رهان ليس بالسهل، رهان صعب من اجل يعني تنزيل المضامين ديال المكتب المديري وايضا ديال القانون الداخلي بطبيعه الحال لهذا الفرع من اجل حمايه كما قلت الصحفيين وايضا الترافع عنهم الدفاع عنهم وعن حقوقهم وكل ما يتعلق بالصحفي الرياضي، لانه شفنا خروقات، شفنا يعني مجموعة من الأمور الأخلاقية التي تمس قيمة الصحفي الرياضي داخل مختلف يعني التظاهرات الرياضية كانت كروية كانت يعني مختلف المنافسات، وبالتالي نرفع التحدي على أننا قادمون بقوة وفق يعني ما هو أخلاقي وما هو قانوني وفق ما هو متاح لنا من إمكانيات ومن يعني مؤهلات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.